نتعرف اليوم بلايف على مطاعم الدون كاستيو يلي بأكثر من منطقة بلبنان، ثلاث فروع مميزين رح يخبرنا عنهم أكثر صاحب ومدير عام مطاعم دون كاستيو سيد عون. أهلا وسهلا فيك. ميرسي، أهلا فيكم. أكثر من فرع بلبنان، ولكن الأجواء دائما أجواء يعني حارة، أجواء حلوة، أجواء بترحب بالأشخاص دائما وبكل المناسبات، خبرنا شوي. صحيح، مطاعم دون كاستيو بتتميز، كل فرع بتميز عن الثاني، ولكن هي مطاعم بتقدم المأكولات اللبنانية والمأكولات الأجنبية، بنفتح على الغداء وعلى العشاء، بالإضافة إنه بنستقبل كل جميع المناسبات، من مناسبات الأعراس للخطوبة للخطبة للأول قربانة للعمادات، يعني كل المناسبات السعيدة بستقبلها بدون كاستيو، بالإضافة للزبائن الباسون اللي بيقطعوا غداء أو عشاء. أول فرع كان بجديدة طريق الفنار؟ أول ما بدينا بدون كاستيو جديدة على طريق الفنار. It's kind of a big castle ومع جاردن كبيرة ترممت وتزبطت، أو قصر قديم وموجود بالمنطقة. هو قصر قديم موجود بالمنطقة، قعدت ترميمه وزبطته وصار ريستوران وبيستقبل زبايننا، بالإضافة للتراس الكبيرة مع واحة كبيرة للأعراس. وعندنا إذا بتحبي عندنا الفرع الثاني اللي هو دون كاستيو سور مير بغزير على الطريق البحرية، هو أكثر مسبح فيه بيسينات وفيه شط رمل كتير حلو وفي عنا كابينات وشاليات وعنا تراس كبير مستقبل فيه كل الإيفنتات للأعراس مع دخلة ملوكية للعروس من البحر. هنشوفهم بعد شوي. نعم. كمان فرع ثالث على طريق جوني. الفرع الثالث هو على طريق جوني، أوتوستراد جوني باتجاه بيروت. باتجاه بيروت صحيح. هو قصر حجر كبير، هيدا المطعم تعمر جديد بس تعمر على النظام القديم مثل ما كانوا أجدودنا يعمروا. هو فيه ثلاث صالات بنستقبل جميع المناسبات، هيدي مثل ما عم نشوف صالة للإيفنتات وللأعراس ولجميع المناسبات، كمان في عنا صالة تانية كمان وعنا صالة تالتة اللي هي تشيمني روم بنستقبلها للمناسبات الحميمية أكثر. وفي عنا روف توب كمان بنفس الفرع. هيدا المطعم تأسس السنة الماضية وهو هلا عم بيستقبل كل الزباين كان على الغداء او على العشاء ولجميع المناسبات. عندكم اندورز واوت دورز بتستقبلوا بكل يعني بكل الفروع؟ نعم نعم، في اوت دور في اندور. مثل ما عم نشوف هيدي الصالة الثالثة اللي هي تشيمني روم، سقف خشب، حيطان خشب. و هي بأي فرع؟ هيدي بفرع جوني على الهاي واي. امبارح على الفالنتاين يعني كان كله المطعم بأوجه. هيدا بجديدة، فرع جديدة، مثل ما عم نشوف الحجر طابع الأثري من جوا ومن برا مع الفير فورجي. هيدول كمان عم نشوف التراس تبع دون كاستيو جديدة. هلا رح نشوفها بالتتالي دخلت العروس بالثلاث فروع، يعني حنشوفها بجديدة كيف دخلت العروس، حنشوف نرجع بجوني وحنشوف على البحر. من بعد ال طبعا يعني الكيترينج من عندكم طبعا، بما انه كل شيء من مطاعم دون كاستيو كل شيء من عندكم، يعني مأمن الاضاءه والمانجمنت كله تبعوا للويدنج من عندكم؟ نحن بنقدم الاكل، نحن بنقدم كل شيء اكل من عندنا. نعم. مع اللايتنج وبيت ما بقى كل شيء من برا. هون هلا عم نشوف في دون كاستيو هاي واي على اوتوستراد جوني، عم نشوف الهول الكبيرة اللي بنعمل فيها الويلكم درينك قبل الايفنت. في أكثر من صالة بكل فرع؟ بجديدة عندنا صالة واحدة. نعم. اندور وعندنا تراس كبيرة اوت دور. بس التراسات اللي بجديدة هي أكثر من تراس، يعني عندنا تراسات بتسعلها حوالي 800 شخص وعندنا مدينة ألعاب للأولاد. هلا هون عم نرجع نشوف جوني، هيدي الصالة الثانية إذا ملاحظ غير حجر، غير طابع تراثي، هون حجر مشغول بغير طريقة وغير لون. هي في حال كان في مناسبات بحبوا ياخذوها بريفي لألون لحد ال 100 120 شخص بيقدروا ياخذوها بريفي لألون، سواء كانت خطبة أو كان مناسبة صغيرة. كمان بنستقبل الصبحيات، بنستقبل
صبحيات الجمعيات النوادي النوادي الرياضيه او اي مناسبه للايفنت. بس انتم مطاعم يعني دون كاستيو فاتحه غدا وعشاء؟ فاتحين ابوابنا غدا عشاء، بنستقبل اي شيء. شو المنيو الموجود عندكم؟ المنيو عندنا ليبانيز وعندنا اوكسيدنتال. ليبانيز واوكسيدنتال المنيو. عم نشوف هلا هيدي دون كاستيو سور مير البيسين، هيدا على طريق غزير. على طريق غزير صحيح، الطريق البحري. نعم صحيح صحيح. هيدي في اكسي على البحر طبعا. في عندنا اكسي في عندنا شط بحر وعندنا اكسي على البحر. نعم. يعني عندنا اكسي للعروس تقدر ندخلها دخل ملكيه من البحر، وبنفس الوقت عندنا شط رمل لمحبين البحر. في ناس بتحب تتسبح بمي حلوه، في ناس بتحب تتسبح بمية البحر. في عندنا اكسي على الاثنين مع شط رمل كثير حلو. بس فكره صغيره انه شط الرمل نحن السنه رح نفتتحه، السنه الماضيه كنا عم نجهزه، السنه اضفنا شط الرمل على فرعنا دون كاستيو سور مير. كان عندنا بس بالسينات، السنه ان الله راد رح تكون افتتاحيه بماي ورح تكون انطلاقه حلوه باذن الله. هون عم نشوف كيف الطاولات موزعه داير منظار البسينات، وهيدا البريدج السبايدر اللي راكب مع الدانس فلور اللات سكرين، وعم نشوف كل الايفكتس اللي ممكن انه تنعمل بالاعراس. هون بلشنا نشوف كيف دخلت العروس ودخلت العرسان بالاحرى بجميع الفروع. هيدا الفرع هون بجديده، هيدا هون الفرع هلا بجوني الاندور، مثل ما قلنا كل طابع كل محل له طابع مميز. طبعا كل عرس رح يكون له التيم تبعه. نعم. والدخل. نعم. تبعه بس بالتعاون. نعم. معكم يعني بيقدروا يعني. نعم. ينفذوا كل البلانينج تبعه. نعم. المميز عندنا بتراساتنا انه عندنا سبيسز لحتى نعمل كل الفاير ووركس. يعني بيقدروا يستمتعوا العرسان مع ضيوفهم اوتدورز بدون خطر. بدون خطر، ومثل ما عم نشوف الالعاب الناريه اللي عم تكون هيدا شيء اكيد اخذين كل اجراءات السلامه العامه، بالاضافه لسلامه زبايننا وسلامه الاكل كمان. نعم. يعني الالعاب الناريه بتكون بعيده عن الاكل. بما انه كمان عندكم الفيو ففيكم تبعدوا وتضل الالعاب الناريه اخذ حق. صحيح. الفيو بنرجع بنقول انه كل منطقه كل محل له طابع. بجديدة طابع غابة، اتس جاردن، تحسي حالك غابة بقلب بيروت. بيجوني على الهاي واي عندك طابع اثري اندور، وعندك روف توب اللي هو بكاشف على خليج جوني، يعني بتحس البحر والشط خليج جوني كله تحت ايدك. بينما بدون كاستيو سور مير بتحسي حالك انت بقلب البحر، يعني هو شبه جزيرة، البحر بحاوط من 3 ميلات. والبيسين بالنص، البيست عم بيكون على راس البيسين والطاولات على اليمين وعن الشمال. هون عم نرجع نشوف جديده، فرع جديده، وعم نشوف طابع الحجر كمان بجديده بالاضافه للغابه. نهار الاحد مميز بدون كاستيو؟ نهار الاحد طبعا بنستقبل على غدا، بنستقبل كل زبايننا، بالاضافه للانيماسيون يلي بتصير. في عندنا صاله خاصه بنستقبل فيها كل المناسبات للاطفال مع صاله العاب اندور واوتدور وانيماسيون كل نهار احد على الغدا. هون عم نشوف دون كاستيو سور مير، عم نشوف قديش السبيسز بين الطاولات، يعني تقدر العروس بكل ريحتها تبرم بين الطاولات بدون ما تكون مزعوجه. وطبعا قلنا انه الاكل الكيترينج من عندكم، بس كمان بيكون في تيم كمان بالاتفاق مع العرسان. باردون، بالاتفاق مع العرسان او في منيو معين انتم؟ لا نحن في شيء ستاندر بنعمله بالاضافه للستاندر، ونحن هيدي بتكون فلكسيبل، بنحكي مع العرسان ونحن اذا بحبوا اي في اي بلا بحبوا يغيروا بحبوا يزيدوا بحبوا ينقصوا، هذا شيء اكيد. بالنهايه اليوم هذا النهار بيكون مميز، بيكون مميز وبيكون هذا ملك اصحابه، يعني ملك العروس والعريس.
دونك سيو فاذا جديد غزير وجوني اهلا وسهلا فيك سيد عون عون شكرا لوجودك معنا ميرسي الله يخليكم الله يقويكم ميرسي لكم ميرسي على البرنامج الحلو وعلى استضافتكم كمان اهلا وسهلا فيك ميرسي لكم مشاهدينا واقفين هلا ومنتابع لايف لليوم الاحد خليكم معنا